يعني أنا كنت مسؤول مباشر عن هذا الموضوع ب 2019. نعم. عندما كنت أتصل بهذه المنظمات اللي تابعة جزء منها الأمم المتحدة أو منا بعض منا تابعة مباشرة للحكومات، مثلا أكو منظمات كانت تابعة للحكومة الألمانية، وأكو منظمات مثل USAID تابعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حكومية أيضا، ولكن أكو منظمات أيضا كثيرة تابعة للأمم المتحدة. من كنت ألتقي أما كلهم مبارفين، يعني هذولا كوشوا عليهم موظفين عراقيين، هي نتيجة البطالة نتيجة كذا، واعتمدوا بهذه الطريقة. أنت تعرف من البداية تقريبا 50% من هاي الأموال يروح للمصاريف الإدارية والسيكوريتي. نعم. هاي مسألة يعني يعرفها الجميع. زين. هاي مع السيكوريتي ومصاريف يبقى 50%. 50% ما يصل على الأرض إنجاز، 10% ما يصل، والأربعين هذول الموظفين اللي تعتمد عليهم المنظمات يلعبون بهذا. يعني أضرب لك مثل بسيط، كثير من الناس كانوا يجون عندي إلى المكتب ويحكوا لي عن موظفين عراقيين يساوموهم على تعمير بيوتهم أو تعمير محلاتهم أو تعمير، يعني يقول يساومونا ننطيك مثلا 10,000 دولار بس توقعنا على 40,000 دولار. خوف. هاي الحالة مو داعتيها قضية يعني شعبية أو قضية أستاذ زهير بس اسمح لي بس احكي لك شغلي بعد اكثر فضل. بس اعطيني مجال اخذ راحتك. والاعمال اللي قدموها الى الحكومه المحليه هذه ايش يعملون الحكومه؟ يوقعون على هاي الفواتير ويسجلوها على تنميه الاقاليم ويسرقون اموال تنميه الاقاليم. من الموازنة لجان اقتصادية يعني. العملية واضحة. احنا بدنا نتعامل ويا ناس مثل ما يقولون بالشارع العراقي هالمصلحة، سواء من بعثة الأمم المتحدة او من الناس اللي يتصرف هنا بالعراق. طيب هو من سرب الخبر وليش سرب الخبر وليش نشرته الجارديان؟ يعني عندنا هاي مو دوليا مو المرة الاولى تتورط بها مؤسسات عالمية. عندنا شركة ايطالية البناء مجمعات سكنية لمهندسي كركوك، عندنا شركة شل. يا رب اخي انا مشتغل يعني 5 سنوات مدير عام في جهاز امني، يعني جهاز امني خطير. نعم. وكنت اعرف كثير من الامور. اغالبية هذه المنظمات معاهم هي بواجهة اعمار، بواجهة مجتمع مدني، بواجهة، ولكن هي تابعة الى مؤسسات مخابراتية دولية. طيب. طبعا اكيد تنقل تقارير كثيرة وعندهم اسماء كثيرة. لا ليش الاهتمام سيد زهير، ليش الاهتمام بالموضوع؟ ليش الاهتمام بالموضوع؟ الموضوع من 2015. هذه مو اول شركة دولية او يعني مو اول جرائم فساد وزوات فساد في العراق. عندنا قلت لك شركة ايطالية، عندنا شركات صينية متفرقة. لست محلل وخبير سياسي مثل الاستاذ غازي. طيب. ولكن الظاهر الان انتهى دور الامم المتحدة في العراق. الظاهر دخلنا في مشروع اخر. زين. لان انا حسب معلوماتي انه الاخبار العراقية الان، يعذرني استاذ غازي ما اعرف قد يعلق على كلامي، الإغبارة يعني الموضوع انتقل الآن من الخارجية والبيت الأبيض إلى CIA. حلو. هذا له معنى كبير جدا بهذا الموضوع. يمكن أستاذ غازي إذا أوكي فكرة نسمع رأيه وضحها بطريقة أفضل.